بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم على طرق نهدي الطفل الرضيع لما يبكي بكاء شديد. اول حاجة، لما تلاقي الطفل بتاعك بيبكي بكاء شديد، حاول تهزه في السرير او تطبطب عليه بالراحة. كمان ممكن تشيله باستمرار، ده بيهدي الدنيا شوية. كمان ممكن بنشغل اصوات للطفل ممكن تهديه الى حد كبير، زي صوت موسيقى، صوت قرآن، او ممكن صوت السشوار بتاع الشعر، صوت المكنسة، او صوت الوش بتاع التلفزيون. جربوا الطريقة دي، هتلاقيها فعالة بنسبة كبيرة جدا. كمان ياريت لو الطفل عنده مغص تجيب ازازة فيها مية دافية وتكون قافلها كويس وتحطها على بطن الطفل. كمان حاول ان انت ممكن تلف الطفل بطريقة معينة، الطريقة دي اسمها سوادلينج، فعالة برضو كويس. وبرضو قلنا لو الطفل عنده مغص ممكن تديله مقنونو او دينتروكس او ماء غريب.